في أزقة البلدة القديمة بقرية صفا غرب مدينة رام الله، نصبت الأكشاك التي تعرض فيها الصناعات اليدوية والحرفية والمنتجات الوطنية. وقدم المواطنون من كافة محافظات الوطن ليعلنا عن بدء مهرجان صفا للثقافة والفنون بدعم من وزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي. بتوصل رسالة فنية، رسالة ثقافية، رسالة اجتماعية. المهرجان عندنا بيستهدف ثلاث خطوط، اللي هو الخط الاجتماعي، خط الثقافي، وخط الوطني. خط اجتماعي من خلال انه بنخلق جو لأهل البلد، بتعرفوا بين بعض، كمان نفس الوقت بنكرم الأسرة. خط ثقافي في ان احنا بنطرح رسالتنا وجميعها لها بعد وطني. وخط فني في ان بنقدم مواهبنا، بنقدم بالغنى، بالرقص، بجميع الأشياء هاي. اول مرة بسمع في صف العام، كان يعني حبيت اتعرف عليها، حبيت المجتمع هون كتير، حسيته متطور. احنا بدنا نرسخ هاي الافكار انه في عنا تراث فلسطيني، هويتنا هذا وحضارتنا، يعني انه اي اشي بخص فلسطين لازم نلف فيه، مش بس على كل محافظات الوطن. ان شاء الله بتسح لنا فرص نطلع لبرا كمان. عرس الانتفاضة كان شعار المهرجان هذا العام الذي جاء تخليداً لأرواح شهداء الهبة الشعبية وتضامناً مع الأسرى، وأيضاً لتشجيع السياحة الداخلية. تخلل المهرجان الذي يقام للعام 11 على التوالي عروض فنية. المهرجان بات تقليدا سنويا في صفا، وهو مناسبة للتمتع بطبيعة بلادنا الريفية، كما أنه يوجه رسالة للعالم بأن شعبنا متمسك بأرضه، محب للحياة، وأنه خلق هنا ليعيش بحرية وكرامة. سارة العدرا، تلفزيون وطن، رام الله.